أبو بندر من رفحة معنا على الخط. تفضل. نعم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، احنا نطلع بدري وما نرى الخيط الأسود من الخيط الأبيض، يعني نطلع بعد الصلاة، يعني نطلع بعد الخروج من الصلاة ما نرى الصبح، يعني مقدم، ما رأيك فضيلتكم؟ لحظة يجاوب الشيخ. يا أخي صوموا مع أهل البلد، ما دام أهل البلد يصومون وفيه مؤذنون يؤذنون، صوموا مع أهل البلد يا أخي. وله ما كل يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قد يكون ضعيف البصر، قد يكون، لكن تكونون مع المسلمين، تصومون معهم وتفطرون معهم ومع المؤذنين يا أخي. نعم.